احتفالية كبيرة هنا في ملعب لوفتس رود في كوينز بارك في العاصمة البريطانية لندن، ويظهر هنا الرئيس الجديد لنادي الهلال الأمير نواف بن سعد محتفلا فرحا بفوز فريقه في هذه المواجهة. مرة أخرى نجدد المباركة والتهنئة للهلال بفوزه بكأس السوبر السعودي لهذا الموسم الرياضي. التحية أيضا من جديد لمحمد عبد الجواد كابتن خالد شنيف. أيضا أهلا بكم كابتن محمد عبد الجواد، أترك لك مساحة الحديث عن نهاية المباراة دون الدخول في التفاصيل الفنية العميقة. بدون الدخول في التفاصيل العميقة، ولكن نحن أول شيء خلينا نبارك لأنفسنا كسعوديين، نعم، مو هلاليين ولا نصراويين، نحن نبارك لأنفسنا كسعوديين، لأنه بصراحة المباراة كانت قمة في أدائها الفني، خصوصا الشوط الثاني. الشوط الثاني فعلا كان شوط مثير، شوط صراحة قدم فيه الفريقين روح قتالية عالية رغم بداية الموسم، إلا أنه في هناك مجهود واضح وكبير جدا جدا من الفريقين للظهور بالمستوى اللاعب. تفضل كابتن محمد. حتى على المستوى التنظيمي شاهدنا تنظيم ممتاز خارج الملعب، تفاعل جماهيري، الكل الحقيقة مرتاح داخل الملعب وكأنه يحضر المباراة في الرياض. وهو هذا الكلام اللي نحن تحدث كابتن خالد، أنه الفكرة صراحة من أروع الأفكار اللي عملت في الاتحاد السعودي لكرة القدم واختيار المكان لندن لإقامة مثل هذه المباراة. فعلا صراحة فكرة أنا أعتقد أنها الآن فكرة ناجحة، هذه حاجة. الحاجة الواحدة الثانية زي ما قلت لك أنه ظهور اللاعبين بمستوى أخلاقي وليس فني، مستوى أخلاقي كبير جدا، بدليل أنه ما في هناك خشونة متعمدة، ما في إنذارات، ما في طرد، ما في تنبيه من الحكم على اللاعبين، وهذا كنا نحن حريصين عليه من بداية الحكم ما صفر كثير في المباراة. خالد قال أنه الحكم سوف يساعد في إظهار المباراة بصورة جيدة. صحيح الحكم الإنجليزي هذا طبعا محمد. هذا طبعا تفضل. لا كمل خالد. أول شيء ألف ألف مبروك للهلال، وزي ما قالك محمد مبارك لأنفسنا أن الكرة السعودية تظهر بهذا الشكل، حتى لو الأداء ما أقول لك 100%، لكن تظهر بهذا الشكل تعتبر نقطة امتياز بالنسبة لنا. صحيح. نقطة امتياز للمستقبل، خلاص نتجرأ نعمل هذه الأحداث في الخارج. صح. الحضور الجماهيري، التنظيم، الانضباط عكس ثقافة الشعب السعودي بالثقافة المحترمة. العلم المباراة كان نقاط بشكل عام. استمرارية الهلال في الجهة اليسرى كما كانت في الشوط الأول نفسه في الشوط الثاني. أسر الشهران وجهة نظري يمكن أبو عابد يفصله أكثر، هو رجل المباراة بالنسبة لي وجابت هدف. رجل المباراة بالنسبة لي، نعم، مو الهدف، هو رجل المباراة. رجل المباراة مو على شق الهجومي، لا حتى على شق الدفاعي. حالة الهلال وين؟ في نقطتين. دائما الهلال أسرع من فريق النصر في بناء الهجمة. صحيح. في الهجمة المرتدة أسرع بمراحل من فريق النصر. نعم. فريق النصر نقطة التحول في إخراج يحيى الشهري. التحول سلبا طبعا. تحول سلبا في إخراج يحيى الشهري. إجمالا الهلال استحق الفوز من وجهة نظري عطفا على ما قدم خلال الشوطين. مرة ثانية ولذلك أنا أرجع وأقول وأعزز كلام خالد، مبروك طبعا للهلال، مبروك لجماهير الهلال، مبروك لإدارة الهلال. يستحقون الحقيقة الفوز وهذا الكاس عطفا على أداهم اليوم في داخل الملعب. مبروك للنصر لأنه كان ند قوي جدا 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 بكل ما تحمل الكلمة من معاني، بصرف النظر عن ابتعاد بعض نجوم النصر عن مستواهم اللي ساعد في خسارة النصر. وكان في أحاديث كبيرة كابتن محمد عبد الجواد كابتن خالد الشيف أنه هذه بطولة أو كأس، عفوا نحن أنا ما سنين بطولة، هي مش بطولة، هي كأس أشبه ما تكون بالتنشيطية بالاستعدادية بالافتتاحية للموسم الرياضي. لكن اللي شفناها اليوم ندية، حماس، إصرار على الفوز، تحقيق هذا المنجز، وأخيرا نقول شكرا لصاحب الفكرة بإقامتها خارج المملكة العربية السعودية. وإحنا أكيد نشجع كإعلام رياضي وكشريك أيضا للرياضة السعودية في MBC، نقول شكرا لكل ما يطور الرياضة السعودية بإقامة هذه المهرجانات والكرنفالات في أي مكان. أي شيء يحقق المنجز للكرة السعودية والتطور نقول فيه أهلا وسهلا. وعلى فكرة ترى يعني مو شكرا كمان للفريقين، شكرا للجماهير السعودية اللي حضرت وظهرت بمظهر حقيقة يعني يشرف. نعم. يعني شرف مرة. ها؟ شرف مرة. جدا جدا. فبالتالي نحن نتحدث عن
جمالية حقيقة كبيرة لهذا السوبر. نعم هي بس طيب الأنت على أي حال أحد اللاعبين الحقيقة اللي أنا أعتقد من الموسم اللي فات نجوم الاستوديو التحليلي كلكم تتحدثون عن واحد من أميز النجوم الحقيقة ياسر الشهراني، حنتحدث عنه بعد شوية. هذا الحكم الحقيقة اللي ساهم بشكل كبير صراحة بقيادة المباراة لبر الأمان وبدفة مميزة قليل جدا 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 إطلاق الصافرة، هنا تتويج الفريق أو الحكام بالمباراة من قبل الأستاذ أحمد عيد رئيس مجلس الإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. الروح الطيبة والكبيرة بين اللاعبين الحقيقة النصر والهلال أو الهلال والنصر، هذا الفريق المتوج اليوم، وهذا دينيس رجل المرحلة القادمة والمهمة بالنسبة لفريق الهلال. أكيد بكل تأكيد، مبروك طبعا، احنا باركنا للفريق الفائز، باركنا ما أقول فريق مهزوم فريق النصر، لا كلنا فائزين نحن كسعوديين في هذا اللقاء بحكم أنه اللقاء بيتلعب في لندن والمظهر المشرف اللي ظهر به الفريقين. وقلت لك يا طارق المباريات الأربع الأخيرة تخيل 25 كرت منها أربعة أحمر في لقاء الفريقين، 25 كرت منها أربعة أحمر، وبالتالي نحن نتحدث عن وجه جديد ومشرف إن شاء الله بالنسبة للكرة السعودية. شكر موصول أيضا عبد الله المساعد، الشكر موصول لرئيس الاتحاد العربي السعودي كرة القدم الأخ والزميل والغالي الكابتن أحمد عيد على الـ 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 على الاختيار الموفق، أنا أقول اختيار موفق بكل معنى الكلمة. طيب بعيدا عن التفاصيل الفنية اللي راح نتكلم عنها بعد شوي بعد الاحتفالية، خالد إيش مكاسبنا من هالمباراة؟ إيش كسبنا اليوم؟ يعني الغرض من المباراة نتكلم عن الفريقين بالتحديد، نتكلم عن الفريقين، تعتبر خطوة أولى لبداية الموسم، خطوة أولى جيدة جدا، أعطونا انطباع ممتاز سرا، خاصة الهلال أعطانا انطباع ممتاز، وتكلمنا قبل المباراة الهلال إعداده أعلى من النصر والسبب في دوري أبطال آسيا، داخل على دوري أبطال آسيا بعد أسبوعين، مجبر أن يكون بحالة فنية أعلى من النصر، ووضع علينا في المباراة المكتسبات اللي بالهلال إدواردو والثاني الميدا أعطونا انطباع جيد جدا لما وجدوا المساحات الكبيرة في الشوط الثاني، فارق السرعة وخطواتهم. ياسر الشهراني مكسب كبير في الجهة اليسرى. بالنسبة لفريق النصر مرة ثانية إخراج يحيى الشهري سبب في هبوط أداء فريق النصر بشكل كبير في الشوط الثاني. نعم هذا اللي حدث لفريق النصر من وجهة نظر التغيير يحيى الشهري. نعم على أي حال نروح إلى أحد شركائنا أيضا في الميدان زميلنا عبد الله العضيبي ورصد الحقيقة الاحتفالية الخاصة بهذه المواجهة، نستمع ماذا يقول لاعبين الهلال ولاعبين النصر أيضا. تفضل عبد الله. جو شكرا لك طارق، أهلا بكم من جديد متابعينا، مبروك للفريق الهلالي أولى بطولات هذا الموسم وسط فرحة لاعبيه. ندخل شوية، تفضل اجمع شوي. مبروكين ابو عبد الله، مبروكين ابو عبد العزيز، مبروكين فيصل. بارك لك يعني. يلا سم... ترى ان احنا البركه. اقرب. احنا على الهواء يا شباب عشان ما تقولون لقطه. عبد الله وتعال. خلينا نقول كلمه وتعال. بس خلي الكاميرا نبي الصوت لا والله. تعال معي شوي. تعال. يلا. اتحول لرياض، رياض تفضل، روح رياض. الهلال بالتأكيد صاحب السمو الملك الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق متواجد اليوم لدعم فريق وتواجد أيضا في أرضية الملعب ليحتفل مع فريق، أيضا حظي بتحية كبيرة من جماهير نادي الهلال. راح فيك سمو الأمير، راح أقول لك مبروك وأقول لك مبروكين، مبروك الكاس البطولة، مبروك هذه المحبة رغم ابتعادك عن رئاسة نادي الهلال. والله أول شيء أحب أبارك لجمهور الهلال، أحب أبارك أيضا لجمهور النصر، مباراة كبيرة عكست مستوى كبير في الكرة السعودية وشرفتنا في لندن. أكثر ما أعجبني أيضا الانضباط الجماهيري برغم أنه الملعب قريب من الجمهور ما شفنا أي شيء، وهذا الحقيقة منظر حضاري مشرف. أعتقد المناسبة بحد ذاتها نجحت، الهلال كبير وسيظل كبير وإنجازاته تتوالى، الأمير نواف بن سعد ما هو غريب على الإنجاز، حقق قبل كده 7 بطولات مثل ما قلت، هو لما كنت أنا رئيس كان هو يقوم بالدور الأكبر من العمل، فهذا امتداد لإنجازات الأمير نواف وامتداد لإنجاز الهلال اللي يستحق جمهوره كل الفرحة. سمو الأمير مباراة خارج الحدود تخلي اللعيبة بعيد عن الضغوطات النفسية، بعيد عن الضغوطات الإعلامية، اليوم شفنا الهلال قوة هجومية اليوم شفناها في الملعب. والله الهلال كان
للأمانة أفضل طول المباراة. النصر صنحت له عدة فرص خطرة كمان للأمانة، ولكن بالمجمل الهلال كان الأفضل في رأيي أنا، واعتقد انه استحق الفوز، واعتقد انها بدايه جيده للموسم بهالزخم الاعلامي بهالتجربه الجديده اللي ارى من وجهه نظري انها نجحت. سمو الامير، كيف ترى الهلال ما بعد هذه البطوله خلال الموسم خصوصا في المشاركه الاسيويه؟ ان شاء الله ان شاء الله نتامل الخير الكثير ان شاء الله في الاسيويه. اللعيبه الاجانب اليوم صعب تحكم على اللعيبه الاجانب من مباراه او مباراتين، ولكن قدموا في رايي مستوى يبشر بالخير، إضافة إلى ديقاو وكواك معروفين طبعاً، إضافة إلى اللعيبة الشباب الجداد يعني في الفريق. أعتقد دونس يسير بالفريق فنياً بخطة جيدة جداً يعني. اسمح لي بهذا السؤال، هذا سؤالي أنا شخصي. اللي كان يتابع الأمير عبد الرحمن مساعد نهاية الموسم الماضي يقول إنه الأمير عبد الرحمن ما راح نشوفه نهائياً في الرياضة. اللي جابك شوقك ولا قربك الدائم مع نادي الهلال؟ والله بالعكس، أنا مثلاً أنا يعني عضو شرف في الهلال، أعتز وأتشرف بذلك، وقريب الهلاليين كلهم قراب من بعض، فطبيعي تواجدي. يعطيك العافية، ألف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا للصاحب السمو الملك الأمير عبد الرحمن مساعد. مباشرة انتقل زميل عبد الله العضيبي في جانب آخر الملعب. تفضل عبد الله، كلمة معك. شكرا لك رياض. إذا الصورة تتضح، السلام رئيس مجلس إدارة نادي الهلال وأعضاء مجلس الإدارة على رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك على أمين عام الاتحاد الأوروبي الحاضر لهذه المناسبة. إذن هذه هي أو مراسم التتويج لهذه البطولة. طبعا بالتأكيد سيكون هناك فرحة مختلفة للاعبي الهلال بعد نهاية هذه الفرحة وتسليم أو استلام الكأس، علما بأن الفريق سيغادر سريعا إلى المطار ومن ثم يغادر لندن. عموما سنبقى مع هذه الصور، سنبقى مع هذه الفرحة، ومن ثم نلتقط إن شاء الله لكم المشاعر. نعود للزميل. طيب نروح لناصر الشيبان. ناصر تفضل. شكرا لك عبد الله. طبعا استمعنا لحديث رئيس نادي الهلال السابق الامير عبد الرحمن بن مساعد، ايضا الامير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق. سمو الامير، مبروك الفوز، بطوله خارج المملكه العربيه السعوديه، اولى البطولات الهلاليه. اليوم شاهدنا دعم بتواجد عدد من رؤساء الانديه السابقين للفريق الهلالي في هذه المباراه. والله الله يبارك فيك، الدعم صراحه كان من كل الفريقين، ضم النصر كان في اعضاء شرف كبار حضروا ورؤساء سابقين، والهلال طبعا. هذه بداية إن شاء الله مبشرة بالخير من ناحية المستوى. النتيجة هذا توفيق من عند الله، لكن مستوى وإعداد جيد. لكن في شيء مهم، فريق مو أنه فاز وعلى النصر والبطولة بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تبدأ بطولة آسيا. خلونا نكون صريحين، هذا فريق ممتاز فنيا، أظهر لنا أنه فريق قادر وحينافس، ولكن لا يضغط عليه لأنه 6-7 لاعبين من الأولمبي صعدوا السنة هذه. شفنا اليوم أكثر من لاعب أجانب، 2 جدد، حتى لو قدموا مستوى وبان فيه تجانس، يظل أنه هذا أول مباراة لهم. الإدارة كاملة إدارة جديدة، أتوقع أنه إحنا إن شاء الله منافسين أقوياء على الدوري، البطولات اللي هي بعد 4 شهور 5 شهور. البطولة يعني اكيد حنكون منافسين ونطمح لاسيا، لكن لا نطالب فيها لانه المنطق يقول المجموعه هذه تحتاج لشهرين ثلاثه تتجانس اكثر وتكون قادره، انها ما هو على انه صغر سنهم، لا هي كعناصر كامكانيات قادره، لكن التجانس يحتاج لاكثر من شهرين ثلاثه. فنتمنى انه يدعم الشباب اللي موجود، ووجه السعد نواف بن سعد، وجه السعد معروف عنا وقلناها أول مباراة له بطل. سمو الأمير، قبل ما تبدأ المباراة أنا سمعتك، ما راح أقول من اللاعب اللي تكلمت معه، بس قلت اللي بيصنع له مكافأة واللي بيسجل له مكافأة. نضحك معهم كلهم إن شاء الله، لهم مكافآت من كل أعضاء الشرف. وبصراحة في نقطة مهمة، أنا كنت من الناس يعني أعترف كنت متخوف إن مباراة تكون هنا نتيجة المشاحنات والشحن اللي إحنا شفناه. الآن أثبت إن الشحن هذا، بعض ناس يفتعلون الشحن هذا، سواء من اعلامي بعض اعلاميين او غير، هم اللي يفتعلونه، لكن الشعب السعودي والشباب السعودي
شباب وشابات أظهروا للعالم كله ثقافة واحترام تشجيع حضاري. أنا يعني من الناس اللي ما كنت أتوقع بصراحة، أعرف أنا عن الشعب السعودي والشباب السعودي أنه شاب مثقف ويشرف دائما، لكن أظهر أنه أعظم شعب. طيب سمو الأمير، لما أقيمت المباراة في لندن الأمور تغيرت، يعني ردة الفعل تغيرت، لكن بالنسبة لك كرئيس النادي الهلال السابق. أنا ممكن ضدها، كنت متخوف نتيجة اللي يصير على الحين التتويج. شكراً. شوفوا الهلال بطل. شكراً للأمير محمد بن فيصل. نعود لك طارق، ونشاهد أيضاً كأس السوبر بين لاعبين فريق الهلالي، تقدمهم الأستاذ أحمد عيد يسلم كأس هذه البطولة للفريق الهلالي برئاسة الأمير نواف بن سعد. ألف مبروك للفريق الهلالي حصولهم على هذه البطولة وسط هذه الأفراح الجماهيرية من ملعب نادي كوينز بارك. بكل تأكيد يمكن اليوم اللي تغير شاهدنا عدد من أعضاء الشرف للناديين، ولكن ربما الفرحة أظهرت رئيس النادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ومن بعد أيضا الحديث اللي استمعنا له حديث الأمير محمد بن فيصل وسط هذه الأفراح. نشاهد أيضا لاعبي الفريق الهلالي محتفلين بهذه البطولة، وهدف وحيد دائما يحسم الأمور. نعود لك طارق لحين ما نجز إن شاء الله مع هالفرحة. طارق تفضل. شكرا ناصر. إذن هذه الأجواء الاحتفالية الجميلة والكبيرة التي توج بها الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي لهذا الموسم الرياضي، وكأنك تشاهد هذه الاحتفالية في الرياض أو في جدة أو في المنطقة الشرقية، يعني هي فقط اللهم اسم المدينة هو اللي تغير. لا نزال نشعر الحقيقة بفخر بإقامة كأس مميز الحقيقة وبتنظيم رائع للاتحاد السعودي لكرة القدم بهذه المسابقة خارج الوطن. أنا لازلت مصر الحقيقة أنها إن شاء الله تعالى تجربة ناجحة ومميزة. قبل على الرأس لمن فكر بهذه التجربة، وشخصين أعرفهم جيدا هم أصحاب الفكرة، ولا رد الواحد يطرح اسمائهم، هم أصحاب الفكرة هذه بالتحديد لتنفيذها. كلام الأمير محمد بن فيصل نقطة رئيسية ترى. طب بقول لك على شغلة، أبغى أروح بس اللاعبك المميز والمفضل. إيش تبغى تقول ياسر الشهراني مع عبد الله العظيمي؟ إيش تبغى تقول له؟ يعطيك العافية واستمر على هذه الحالة ونعين ونعاون. نعم نعم. إذا نروح إلى ياسر الشهراني مع عبد الله العظيمي اللي وجهوه له الحقيقة رسالة في الاستوديو. أفضل لاعب. استمر يا ياسر الشهراني من محمد عبد الجواد وخالد.